حياكم الله من جديد، ونتوقف الآن عند الهوايات. وهوايتنا اليوم عن رياضة الشطرنج، وهي تعتبر رياضة الملوك، وما تتطلبه هذه الرياضة من هدوء وصبر وتأمل وحكمة. دعونا نتابع هذا التقرير عن هواية رياضة الشطرنج. بداية النادي كانت سنة 1979، كان سنة تأسيس النادي. وطبعا النادي بدأ بشكل صغير، في البدايات كان يتكون من تقريبا 12 عضو في النادي منتسب للنادي. على مر السنوات طبعا النادي كبر وصار عنده أنشطة وصار عنده أهداف أكبر، فصار عدد الأعضاء في النادي وصل تقريبا ل 500 عضو في النادي. في الوقت الحالي وصل ل 500 عضو من المواطنين، وطبعا عندنا أعضاء من جنسيات أخرى، طبعا من جنسيات عربية وجنسيات أجنبية. باب النادي مفتوح لجميع الجنسيات. الاشتراك في النادي طبعا مخصص لجميع الأعمار. نحن نفضل نستقطب الفئات السنية من 5 سنوات لما فوق. يمكن سبب الاهتمام في السنوات الصغيرة أو الأعمار الصغيرة هي أن نقدر ننشئ أو نقدر نصنع أبطال للمستقبل نبدأ فيهم من سنوات الصغرى. طبعا الطفل لما يكون في السن 5 أو 6 طبعا ذهنه أو عقله يكون صافي، فسهل أنك تنمي فيه الموهبة. طبعا من سن 8 أو 9 يبدأ الطفل يلعب فيه المشاركات، سواء كانت مشاركات محلية أو مشاركات عالمية. عندنا أبطال على مستوى المراحل السنية، أبطال الإمارات من تحت 10 سنوات لتحت 20 سنة، وأيضا فريق الرجال أيضا يعني خذينا فيها بطولات. فعدد البطولات في النادي يعني على سواء البطولات المحلية أو الإقليمية الحمد لله يعني النادي تقريبا أخذ كل البطولات. الخطة القريبة المدى هي طبعا الحصول على البطولات المحلية والبطولات العربية الموجودة في الساحة. لعبة الشطرنج هي رياضة فكرية يتنافس فيها لاعبان أو لاعبتان أو لاعب ولاعبة، ما مهم العمر فيها. اللي بيفكر أكثر فهو، واللي بيخطط أفضل هو اللي بينتصر فيها. لما يجي اللاعب على النادي اللي بيحب يلعب الشطرنج، أهم شغلة أنه يكون هو حابب أنه يتعلم الشطرنج ويلعب الشطرنج. ونحن بالنادي بنحاول حتى لو كان مو متعلق كثير باللعبة نخليه يتعلق باللعبة عن طريق شرح أهداف اللعبة، وأنه هي أقدم لعبة في التاريخ موثقة. أهم التقنيات المطلوبة بلعب الشطرنج هو أنه يكون هادئ ويفكر بعمق ويحاول يتعلم بشكل علمي الشطرنج، لأنه الشطرنج لا يمكن يتطور لاعب بدون ما يعتمد على العلم والخبرة، تراكم الخبرات. لما نلاحظ أنه اللاعب الهاوي أصبح يدرك الحلول بسرعة وأصبح يستطيع الفوز على اللاعبين أقرانه بشكل سريع أكثر، نقدر نحس أنه هذا اللاعب قادر أنه يصير لاعب محترف ونركز عليه أكثر. وتصير اللاعب محترف معناها بيلعب مباريات أكثر وبيدرس الشطرنج بشكل علمي أكثر وبيصير قادر على التطور، وممكن ينتمي لمنتخب الدولة اللي هو بيلعب فيها. لفترة ألعب شطرنج كهواية، وحبينا هذه الفترة نطور مستوانا، والله حابب أطور مستواي الاحتراف، يعني أشارك في بطولات